ولا في مدرسة ولا في شفخانة ولا في دواء ولا في موية ولا في نور ولا في بير ولا في دونكي، لكن تصرف سفها في عربات وأساسات وعمارات زي العمارة اللي شفناها الآن عملوها للعكس في مدخل مدينة النهود. ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر. زعيم زعيم إبراهيم، زعيم زعيم إبراهيم، زعيم زعيم إبراهيم، زعيم زعيم إبراهيم. المفارقة دي والحال ده بتاع النخب وناس المطور الوطني الآن بيديروا الأول عقلية بيديروا بيها البلد دي، خلتنا ننتبه إحنا في المؤتمر السوداني من وقت مبكر إنه المركز ده، المركز اللي اسمه الخرطوم اللي هو عبارة عن المية، نحن مسمينه عصابة المية، عصابة المية دي اللي حاكمين الخرطوم بيستغلوا أبناء الهامش. بيستغلون كيف؟ بشوفوا الاولاد الشطار منهم الناجحين خالص والموفقين يعيدوا انتاجهم لصالح المركز. كيف؟ يعني يخلوهم سدنه وخدام للمركز بدون وعي منهم. هؤلاء الناس الشطار الكويسين بيقوموا هم بيجذبوهم للدائره بتاعه السلطه، يجيبوا واحد ولا اثنين منهم وزراء وخمسه ولا سته مدراء والباقيين موظفين كده صغار صغار، وده يتحولوا لخدام لعصابه النيه، ناس نافع والبشير وعلي عثمان والمجموعه دي. يخدمون ويدفعوا في خدمتهم. لو قالوا جايين منطقة كردفان يجوا دارين قبالهم يمهدوا لهم الأرض ويحشدوا لهم الناس ويحرقوا لهم اللواري والعربات ويقول لهم يتبرعوا لهم، عشان نافع لما يجي في سبد ولا في أي حتة يلقى كمية من الناس يهتفوا بالإنغاز وبالمطور الوطني، وعشان نافع يرجع مبسوط والزول السادر الخادم اللي جاء من كردفان وهو عمله وزير والعمله حتة حاجة صغيرة كده برضه يرجع مبسوط ونافع راضي عنه، والليلة لما يصير شكل حكومة جديدة هو يكون منتبه جدا انه والله زولنا ذاك خدمنا، ولما لنا الناس اتزبت لازم نجيبه عشان المرة الجاية برضه يجيب لنا عدد أكبر ولما لنا الناس ثاني أكثر، وبالتالي أعيد زولنا ده والكردفان اللي افترض يخدم ناس كردفان وينتبه لناس كردفان ويقول لنافع ناس كردفان انه مشاكل وناس كردفان احنا لازم نعمل لهم مستشفى ولازم نعمل لهم كهرباء ولازم نعمل لهم مير، ما اقول له كده. نافع برضه يكون راضي عنه لانه ما بيزعجوه، ما بعمل له اي قلق وما بعمل له هو الناس. وبالطريقه دي يعاد انتاج هؤلاء الناس لصالح المركز الخرطوم. احنا انتبهنا للحقيقه دي وللواقع ده، وقلنا المركز ده مركز باطش ومستبد ولئيم وفاسد وهم وغايته كلها يستنزف طاقة الناس وموارد البلد لخدمة أغراضه ولخدمة متعة عصابة المية والسدنة والخدام اللي بيرجع عليهم الفتاة كده زي الكلاب بتاعت الصيد، كل مرة كده يدعوا لهم حياة صغيرة صغيرة وهم سعيدين سعيدين خالص. الواحد كمان سعادته تبقى أكبر لما يعمل له عمارة في الخرطوم ولما يزوج لهم مرتين ثلاثة ويركب له عربية فارهة، خلاص تاني ذات كردفان دي والمويه العكره دي ولا هم بها ولا عنده بها شغله. وتجد الهامش والمركز دي اس النظريه بتاعتنا نحن، واحنا شايفين فيها شنو؟ اس البلاء. الدوامه دي والصيروره بتاعت العلاقه الغريبه. العلاقه الغريبه وما عندها اي معنى دي. وبالتالي قلنا المسألة دي لا يمكن تستمر، لا يمكن تستمر بالطريقة دي. الآن من الاستغلال إلى الليلة من 56 الليلة كم سنة؟ 54 سنة برضه صح؟
واحنا في الحاله دي وحالنا يا هو حالنا. ما زلنا نسكن في القطاطي، ما زلنا نسكن في الكرانك، ما زلنا نسكن في الرواكيب، ما زلنا نحلم بالكهرباء، ما زلنا نحلم بالمويه النقيه، ما زلنا نحلم بالمدرسه بتاعت الثمانيه فصول. يكون عندنا مدرسة فيها فصلين، عندنا فيها ثلاثة فصول، نهاجر بعيد جدا عشان نكمل خامسة وسادسة في حتة، ولا نفتي الثانوي عالي في حتة ثالثة ولا رابعة، وهكذا. القضية الآن الأخطر والأكبر المسألة بتاعت عدم العدالة. المركز ده برضو ما عادي. ما عادل كيف؟ أصل إخواننا الخريجين، بس ناخذ مثل صغير بتاع الخريجين هنا في المنطقة دي، بس اللي فيها 7000 نسمة فيها 100 خريج ما لاقي شغل. 356 خريج. طيب 356 خريج ما لاقيين. ليه ما لاقيين شغل؟ لأنهم ما مؤتمر وطني، ولأنهم ما إخوان مسلمين، ولأنهم ما سدنة نافع، او ما عندهم ما عندكم علاقات وثيقه بالجماعه الشغالين مع نافع من ناسكم هنا. ده علاقتكم معاهم ما مظبطه خالص. كان ممكن يشغل منكم اثنين ثلاثه بس، يعني منكم انتوا ذاتكم يقوم يختار له ثلاثه من ال 120 دول 300 دول، يختار له ثلاثه برضو عشان يحولوا الى خدام في المجموعه الكبيره. لكن لانه المساله ذاتها ضاقت خالص، لانه هم بددوا الموارد وضيعوا البلد وقفلوها. حتى الطريقه بتاعتهم نفسها اللي هي كل مره تجذب ثلاثه وخمسه للدائره بتاعت المركز دي، ذات الان ما قادرين لها، ما قادرين لها لانه بددوا الموارد، ضيعوا الموارد، ما وصفوها. يوم كان في موارد ودولار كثير جدا، بدل ما يحولوه لمصانع ويحولوه لمزارع ويحولوه لتقاوي ويحولوه لمراكز بحوث ويحولوه لحاجه تنفع الناس، هم ما عملوا كده. سافروا بيها، امروا بيها مكاتب، امروا بيها عربات، مشوا بيها ماليزيا، هربوا جزء منها، جزء كثير جدا قاعد في بيت نصدود بالمهدي واخرين من الدولارات والريالات والاسترليني واليورو. ده اتكشف هسه قريب، ده مجموعات محدده منهم كده عندهم الحياه كلها قاعده. عشان كده الخريج ما حيلقى فرصه، حتى الثلاثه والاربعه اللي هم اعتادوا يختارون ويدخلون في المكنه الان ما قادرين. والحكايه دي ما في خماس، يعني كلكم تقولوا سمعتوا قصه المراه ست الشاي الشهيره جدا اللي دفعت دم قلبها عشان تعلم بنتها الدكتوره. دكتوره تشيل كفتيره الشاي دي من الصباح والقانون وتقعد تحت الشدر وتبيع في الشاي عشان في اخر اليوم يكون عندها 20 جنيه ولا 30 جنيه تصرفها على بنتها لحد ما كملت كليه الطب. وفرحت وهللت وكبرت وقالت خلاص مشاكلها كلها اتحلت. البيت قعدت 4 سنة دكتوره، البلد محتاجه لها، هسه انتوا محتاجين لدكاتره. ما شقلوا هذه الدكتوره، ما قالوا لها، قالوا ما في ميزانيه، ما في بند بتاع ميزانيه لتشغيل الاطباء. بالله في مصيبه اكثر من كده؟ خلينا ناس عند الزمان ادبيين بتاع الاقتصاد وقرينا اقتصاد وكذا، كان اشتغلنا كان ما اشتغلنا بنمشي السوق، لكن دكتور يمشي وين؟ الا دكتور. الا دكتور. والدوله نفسها والكليه تعطيه نفسها عشان تخرج زول دكتور بيصرف فيه قروش كثيره جدا. هذه البنت لما ما لقت اي حاجه قالت يا اخي انا مش متطوع في مستشفى الخرطوم، بيشتغل بس متطوعه، لانه في النهايه المهنه ذاتها غالبه الطبع يغلب التطبع. قالت انا بس بشتغل ساجد. والام المسكينه بدات تدي حق الفطور والمواصلات كل يوم. كاننا يا ابو زيد. فدي قصة قاعد أصور الليلة حال الخريجين اللي امتلت بهم الشوارع لحد ما وصلوا 210 ألف ولا 220 ألف خريج ما لاقين أي شغل.